إيه؟ أنت كنت سهران فين لحد الساعة دي يا باشمهندس؟ أبداً أنا كنت سهران ولا حاجة بابا، بس كنت قاعد بس مع جماعة أصحابي كده والقعدة حلوة. أنت شارب خمرة وجاي البيت في وش الفجر وأنت بتتطوع؟ معقولة ده؟ معقولة إيه بس يا بابا؟ وقعد في حاجة معقولة اليومين دول؟ أنت بترد عليا كمان؟ اقف قدامي عدل وانت بتكلمني. في ايه يا مصطفى؟ تعالي شوف ابنك يا ست هانم، جاي قرب الفجر شارب خمره وبيتطوع ومش عارف يقف. يا مصيبتي، خمره يا احمد؟ خمره ايه بس يا ماما؟ مش شارب خمره ولا حاجه، هي الحكايه كلها كاس بس مع اصحابي. لا بصراحه هم كاسين وسجاره مزاج حلوه. لا بصراحه هم سجارتين والسيجاره الثالثه اهي اللي هعلي بيها. ودي سجاره ايه دي يا ولد؟ دي سجاره حشيش يا بابا. يا مصيبتي، حشيش يا احمد؟ هي حصلت ابن الدكتور مصطفى الشرقاوي يجي ساعه صلاه الفجر البيت شارب خمره وحشيش يا كلب. مصطفى اقسم بالله العظيم ان ما اتعدلت ومشيت زي الرجاله لخليك عبره للي يسوى واللي ما يسواش.